هون عندك رقم 4 بيحكي لك حل المتباينة. يا ساتر، تقدر تحكي لنا أبواب إيش مجهزين؟ طبعا نقدر نحكي لكم أبواب. أول شيء مجهزتي لكم لايفات مراجعة للامتحان النهائي كاملة لكل المواد وكل الصفوف عنا. ثاني شيء مجهزين لكم بنك أسئلة شامل برضو لكل المواد عشان إن أنت تتدرب للامتحان. وآخر شيء وأهم نقطة، إحنا في عنا خاصية اللي هي سين جيم سؤال وجواب، تقدر دائما تسألنا على المنصة أي سؤال بدك إياه وإحنا بدورنا راح نجاوبك على الأسئلة. شكرا.